التعامل ورائحة تصفية الحسابات، لا أريد أن أدخل في هذا الأمر. أنا أحترم إرادة الفريق النيابي الذي أنتمي إليه، وزميلتي التي عوضتني أتمنى لها كامل التوفيق، ولا يمكن إلا أن أستمر في أداء مهامي في كل المواقع التي أتواجد فيها. أنا أصلاً مناضلة، يعني ابنة الشعب وابنة التنظيم، منذ 15 سنة وأنا أشتغل في كل مواقع التنظيم، وأنا اليوم مستعدة لأخدم بلدي في كل المواقع التي أتواجد فيها. طيب، وأنا في نهاية السياسة سيدة أمينة، أنت كتبت تدوينة تقولين فيه إشكالات. هناك قلة رجلة، ما يعني باللغة العربية الفصحى، غياب الشهامة. نعم، هناك ندالة. لا 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 لا، والله هناك ندالة. ندالة فعلاً، هذا المصطلح المناسب، ندالة. خليني أوضح لك. هناك ندالة في تصرفات البعض الذي لا يريد أن يتوقف، لا يريد أن يتوقف في تعبيرات فيها تحامل شديد على أشخاص. نحن في حياة سياسية ندبرها وفق المحطات التي نعيشها. لحظات الديمقراطية هي لحظات تعبير عن إرادة الناس، يجب أن نحترمها وأن نتعلم كيف نتوقف عن التحامل على أشخاص يفترض أنهم موضع استهداف. حتى في المغرب يقولوا عندنا منين كطيح البقرة كيكثروا الجناوة. وأنا أعرف بأن يعني سلوكات مثل هذه